أدعو المتسابق أحمد محمد حسن من مؤسسة أبي بكر الصديق في ولاية منسوتا فرع الثاني. السؤال الأول: اقرأ من قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. حسبك. السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حسبك.